خلي بالك معايا بقى، مهم جدا اللي انا هقوله النهارده ده، اللي هو ازاي نعيد تكوين خلايا الكبد. نعيد تكوين خلايا الكبد دي يعني حاجه مهمه جدا. اولا قبل ما اقول لك على اعاده تكوين خلايا الكبد، لازم اشرح لك الاول يعني ايه خلايا الكبد. اولا يعني ايه كبد؟ الكبد ده المفروض له وضع اسمه وضع اناتومي. لا مش عايز صوت. عندي انا الكبد ده المصنع اللي ربنا سبحانه وتعالى اداهولي. فين هو في الجسم؟ في الجسم فين؟ في الجنب اليمين. في الناس اغلب الناس تحت الضلع اليمين، يعني المفروض ان انا ما بحسش الكبد. يعني الرايت لوب ما بيتحسش، لو اتحس يبقى ده كونجستد وملتهب. تاني يبقى واحد ما يجيش يقول لي الكبده، ولو نزل الكبد وخاصه الرايت لوب او الفص اليمين نزل تحت الكوستال مارجن او تحت الضلع اليمين، يبقى انا كده دخلت في كبد ملتهب او متورم. طيب الكبد ده ربنا عامله ليه؟ ربنا عامله عشان ثلاث اربع وظائف رئيسيه. اولا اي اكل انا باكله، اي اكل لازم بعد ما يمتص يعدي على مين؟ يعدي على الكبد. الكبد ده هيعمل لي كذا موضوع. اول حاجه اللي هو الستور هاوس، هيخزن لي الاكل الزياده اللي انا مش عاوزه. تاني حاجه هيصنع لي بروتينات والبومين وبروثرومبين، وهيصنع لي حاجات كتيره. واخر حاجه يعمل لي بروسيسنج بلان، اللي هو بيخطط لي الجسم ده يمشي ازاي. الكبد ده شايف المصنع الجميل ده، اجمل صوره شفتها في عمري ان الكبد ده اللي موجود في الجسم ده عباره عن يعني قول 30 40 الف معمل، 30 40 الف معمل موجودين في مكان صغير. لو حبيت تفصص عمل كل واحد فيهم، انت محتاج مصانع كبيره، محتاج عماره فيها 30 دور، كل دور مثلا فيه 10 معامل، 30 دور عشان تقوم مكان الكبد. والمهم ان انت لما تيجي تعمل تحول كربوهيدرات الى سكر او سكر كربوهيدرات جلايكوليسيس او جلايكوجينيسيس او انت عاوز درجات حراره واسيدز وانزيمز وكل ده وغليان، وكل ده بيتم في صمت داخل الكبد. معجزه، معجزه كبيره. ماذا يحدث داخل الكبد؟ كل هذه العمليات، اولا تعال نقول مثلا كبد ده، احنا قلنا الاكل كله طالع من الامعاء، كل الاكل اللي انا اكلته والادويه طالعه من المصارين طالعه على الكبد. كبد ده وان يفلتر ويرشح ويصنع ويطلع من الهيباتيك ارتري على القلب، يبقى مطلع للقلب دم نضيف بكميات محدده من السكر والدهون، حاجات موزونه عشان القلب ياخدها يديها في الدوره الرئويه، تنقى في الرئتين وتطلع منها روائح الاكل وروائح الانشوجه وروائح البصر ونرجع لي دم نضيف تاني على الدوره السيركوليشن في الجسم. طب الكبد ده بقى سبحان الخلاق العظيم، نبص على كده الكبد ده، المصانع اللي ربنا اداها لنا دي وعماله تغلي تغلي وانا مش حاسس بحاجه. الكبد ده بيعمل مانيفاكتشر، بيصنع ايه؟ بيصنع لي جزيئات. شوف دي لوبيول، هنقول ده فصيص، فص صغير في الكبد. المفروض ان انا الكبد عندي وظيفتين كبار. الوظيفه الاولى انه يهذب الطعام، ينظم الطعام، يطلع لي كميه محدده من السكريات والدهون والبروتينات الى الدم فلتره. الحاجه الثانيه ان هو ينظم لي الفيتامينز، الفاتس، ينتج الدهون اللي محتاجها اللي كذا، كربوهيدرات، كل ده هينظمه. ده الجزء الاول من الكبد. الجزء الثاني من الكبد هيطلع الواست عن طريق الصفراء من نص لتر 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 ونص، تنزل الصفراء وما فيها على الامعاء، ها، فتهضم وتساعد على الهضم وتساعد على الاخراج و و و. اذا انا عندي جزئين كبار في الكبد، جزء تنقيه الطعام وتصفيته وامداد الجسم بكميات محدده، والجزء الاخر اللي هو كده. بص كده الانفيريو فينا كاف هيطلع الدم، ها، على مين؟ على القلب. طيب تعال معايا نبص كده الرسومات الجميله دي. الزباله بقى هترجع وساعات يحصلها ديتوكسيكيشن، والمواد السامه، وخلي بالك من الحته دي، المواد السامه حصلها ديتوكسيكيشن اتلقطت واتحطت في ده، وساعات تنزل مع الصفره مع الزباله وساعات تترسب تحت الجلد. يبقى اذا الوصف، طب جات لنا منين التوكسينز دي؟ جات لنا من السموك، من الشيبسيهات والكولات والشوكولاتات
والمصاصات واللحوم المحفوظة والتونة واللانشون والبستر، كل دي مواد حافظة، والمواد الحافظة دي بالنسبة للجسم سموم توكسينز، يروح الجسم الكبد واخد التوكسينز لقطها ومدوبها عملها ديتوكسيفيكيشن، ها فيرست باس ميتابوليز، ياخدها يحطها في دهون، يا ينزلها مع الصفرة، ودي فضل ربنا عليك ان الزبالة تنزل اول باول، يا اما يرسبها لك في دهون، بس الدهون المترسبة هتدي لك البر الكونتور او شكل البراميل، وده الناس اللي بتاكل اكل ملوث كتير وفي توكسينز في مواد حافظة وكذا وكذا والاخر. ممكن الكبد ينزل الزبالة الى الامعاء، وممكن الكبد يبعت السموم الى الكلى، وممكن الكبد يخزن لي السموم تحت الجلد. خلي بالك بقى، والسموم تحت الجلد الدهون سمنه، السمنه دي خطر لانها بري كانسر، ممكن تقلب بعد كده اي مرض. خلاص. طيب بص كده، تعال نشوف البلاد بلازما بروتينز. الكبد بيصنع بلاد بلازما بروتينز زي الالبومين، زي مين؟ بروثرومبين، زي المواد الفايبرينوجين، زي المواد اللي بيسموها المواد الضروريه لتكوين الجلطه. لو الكبد ما عملش ده البني ادم ينزف. تعال بقى نبص حدوته الكوليسترول. الكوليسترول دون اللي بينظمه الكبد، وانا قلت لكم قبل كده ان الكوليسترول ده انواع كتير، في كوليسترول عالي وكوليسترول واطي، ودايما نقول العالي عالي والواطي واطي. الكوليسترول العالي حلو، انا محتاج له هاي دنس لايف بروتين، وفي كوليسترول واطي ده بتاع الفشه والكبده والممبار والاكل ما يتاكلش، ده بيسد الاوعيه ويعمل لي ذبحه وجلطه. خلاص. الكوليسترول كمشكله مش مشكله، انا محتاج الهاي دنس لايف بروتين، الهاي هاي العالي عالي، ومش محتاج الكوليسترول الواطي. اوعى تقول ان الكوليسترول مشكله، ده افري ماماليان سيل سينثايز كوليسترول، كل خليه في خلايا الجسم بتعمل كوليسترول. ليه؟ لان الكوليسترول اصلا بيبقى ايه؟ هرمونات جنسيه، فيتامين دي، ها كل الهرمونات تقريبا بتنشأ من الكوليسترول نيوكليوس. خلاص. يبقى مسألة الكوليسترول والفيتامين دي كل ده مسؤولية مين؟ الكبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مهندس عبد العزيز رمضان، مدير المكتب الهندسي وعضو نقابة المهندسين المصرية وعضو جمعية المهندسين الكويتية. هاخدكم في جولة سريعة هكلمكم فيها عن أحد المشاريع اللي شاركت في تنفيذها، وكان من أهم المشاريع وأشهرها في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، وكمان في مفاجأة هقولكم عليها في نهاية الموضوع. أنا مهندس مدني، وفي عام 2006 سافرت السعودية، هناك شاركت في تنفيذ مشروع الساعة. المشروع كان عبارة عن برج الساعة وحوله مجموعة من الأبراج، وأنا شاركت في تنفيذ أحد هذه الأبراج. والحقيقة إن برج الساعة مر بعدة اقتراحات لحد ما وصل للشكل الحالي، وفي عام 2016 استقريت في مصر وبدأت في العمل الحر، واستجابة لإشعار هي نعمل اللي رفع علمنا الجليل الدكتور جودة محمد عواد، ومشاركة عدد من الدكاترة المهندسين والاستشاريين ومكاتب هندسية ذات خبرة كبيرة في مجال الإنشاءات والتشطيبات، اتفقنا على عمل عدة مبادرات. المبادرة الأولى خط بشهادتك بساحة التكلفة، المبادرة الثانية ابني شهادتك بساحة التكلفة، وهتستفيدوا إن أي عمل هيتم متابعته من خلال مجموعة من الدكاترة المهندسين والاستشاريين ومهندسين ذات خبرة كبيرة وبنفس سعر التكلفة، وهيتم تنفيذ المبادرة في عدة مناطق بالقاهرة والجيزة و6 أكتوبر والفيوم، ويوم بعد يوم هنزود الأماكن، وكل التفاصيل هتكون موجودة أسفل الفيديو. وبالنسبة للمشاريع الكبيرة فإحنا بنرحب بيها وهننفذها في أي مكان في مصر، وكمان بنرحب بالتعاون مع أشقائنا العرب اللي حابين يشتروا شقة في مصر ويشطبوه على الطراز الخليجي، وبنرحب بالتعاون مع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات في الخليج العربي في مجال التصميم الإنشائي والمعماري. ولو حابين تعرفوا تفاصيل أكتر كلمونا على الأرقام الظاهرة أمامكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.